تواصل الدوله جهودها للنهوض بالقطاع الطبي في مصر بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ياتي على راس تلك الجهود انشاء المستشفيات بالصعيد ومنها مستشفى ابو تيج باسيوط في اطار التوسع في منظومه التامين الصحي الشامل التي تم تطبيقها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الطبي وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين، تواصل الدوله جهودها خاصه في الصعيد لرفع مستوى معيشه المواطنين والنهوض بالقطاع الصحي وتوفير حياه كريمه لهم والاسراع بمعدلات التنميه. مستشفى ابوتيك تمتلك حاليا ثلاث عنايات مركزه منها عناية أمراض القلب وعناية العناية المركزة العامة وعناية الأمراض النفسية والعصبية وجلطات الدماغية. آه الحمد لله ثلاث عنايات مجهزة على أعلى مستوى من آه الأجهزة وعلى أعلى مستوى من آه الطبية مستشفى أبو تيج النموذجي صرح طبي عملاق على أرض صعيد مصر وهو أول وأكبر مستشفى نموذجي بمحافظة أسيوط وأنشئ على مساحة أربعة ألاف متر مربع بتكلفة إجمالية تعدت الخمسمائة مليون جنيه وتخدم أهالي مركز أبو تيج والمراكز المجاورة كما تقدم خدماتها بالمجان ضمن خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة أقسام جديدة بتتفتح عندنا مثلا في الاستقبال والطوارئ حاجات تجهيزات الحوادث مثلا بننافس مع مستشفى الايمان ومستشفى الجامعه متعاقدين مثلا مع اساتذه من العظام والجراحات العامه والجراحات التجميل عندنا طموح كبير ان احنا نخدم قطاع كبير من المرضى اللي كانوا بيضطروا يسافروا في اماكن بعيده بنخدم قطاع جنوب اسيوط ابو تيج نفسها وصدفه والغنايم البداري ساحل سليم دايما بنحاول نستحدث قطاعات جديده. المستشفى يتكون من 56 غرفة إقامة للمرضى، بالإضافة إلى 12 غرفة إقامة للأطباء والتمريض، وقسم العيادات الذي يتكون من 17 عيادة خارجية، تضم أقسامًا مختلفة، منها الحضانات والأشعة والعلاج الطبيعي والعمليات والمناظير والغسيل الكلوي، بالإضافة إلى تسع غرف عزل وعنايات القلب والعناية المركزة والطوارئ، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية. للمترددين عليها اه إحنا عندنا هنا الحضانة عبارة عن 14 حضان وكبسولة اه نسبة الإشغال في الغالب بتبقى 13 حضان دايما أربعة 14 دايما بيبقى طوارئ للقسم يعني اه الكبسولة كبسولة واحدة نستخدمها في حالات الصفر عندنا أربعة سباب نستخدمهم في حالات البيترمات الحاجات اللي موجودة قبل معادة أو حديث الولادة القسم عندنا هنا مستشفى أوتيج بيتقسم لقسم المعامل وبنك الدم قسم المعامل بيشمل أربع معامل أساسية هي معمل أبحاث الدم ومعمل كيمياء الدم ومعمل الخاص بالطفيليات والبكتيريا وعندنا بنك الدم المعمل الهيماتولوجي أو أبحاث الدم ده بيعمل كل التحاليل المتخصصة أو المختصة بأمراض الدم المبنى الرئيسي للمستشفى يتكون من خمسة طوابق وثلاثة عشر قسما داخليا تشتمل على كل الأقسام الطبية وتستهدف خدمة 650 ألف نسمة من أهالي الصعيد، ولا تزال الدولة تواصل جهودها بوضع لابنات جديدة لصروح كبيرة في كل أرجاء الجمهورية رغبة في الوصول بخدماتها إلى كل المصريين.